السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سر شاكي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هقول لك ان لو انت بتشتغل على الاكسل وفجأة الكهرباء قطعت، فجأة اللاب وقف، فجأة اي حاجة وقفت او باظت، فانت دلوقتي تقدر ترجع او عملت. هقول لك بقى على حاجة، معلومة اكبر بقى، او لو انت عملت، لو انت اشتغلت على حاجة زي كده، مثلا اشتغلت على اي فايل اكسل وبعد كده رحت دايس كده ومن غير ما انت تسجله، يعني من غير ما تسجل دونت سيف، فلا النسخه كمان لسه موجوده. هقول لك بتجيبها ازاي. بص، في فايل، في حاجه اسمها اوبشن تحت اهي، اوبشن، في حاجه اسمها سيف. بص، السيف ده بيبقى الديفولت بتاعه ان هو كل 10 دقائق، فانت ممكن تخليها كل دقيقه، تمام؟ وده الباث او الشك او العنوان اللي بينزل فيه نسخه الاكسل. فانت لو خدت دي كده كوبي ونزلت هنا كده في وحطيتها هنا كده في الادرس بار ودوست انتر، هيجيب لك كل الاكسل نزل. فدي حاجات اكسل انت اشتغلت عليها وخلصتها. فنصيحه عشان تظبطها صح، خلي السيف خليه بعد دقيقه، وخلي الباث ده اللي انت تعمله مثلا زي اكسل شيت مثلا، او قصدي تعمله قصدي فولدر هنا مثلا، وليكن في هنا مثلا في السي تعمل فولدر اسمه اكسل سيفد او سيفد اكسل، معلش اهي اكسل او سيفد اهي، ودوس عليها مرتين وتخش هنا تاخد كليك يمين كوبي وتحطها في الاكسل هنا وبعد كده تدوس اوكي. فهنا اي اكسل، اي حاجه هتعملها في الاكسل حتى لو دوس دونت سيف هتظهر لك هنا، هتظهر لك في الحته دي بس كده. واتمنى اكون المعلومه مفيده وتقدر تستفيدوا بيها، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا الواحد والله بيتعب. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.